بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لبحرين اليوم على الاستضافة، وشكرا آخر لطرحكم لهذا الموضوع الهام. نظمت وكالة أنباء البحرين اليوم حملة للتضامن مع بلدة العوامية بالقطيف تحت شعار العوامية تقاوم، تأكيدا من الوكالة على رسالتها الإعلامية في الدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك قضية النضال من أجل الحرية والاستقلال. العوامية ليست مجرد جدران، وليست فقط هذه الجدران، العوامية هي طوفان جارف ستجرف كل تفاهات ابن سعود بالقريب العاجل. نشطاء ومعارضون وباحثون سياسيون شاركوا في الحملة وسجلوا مواقفهم المصورة لتكون صرخة في وجه الدمار والعدوان المتواصل على العوامية وأهلها. It's a city under lockdown, under siege, as a result of violent military operations conducted by the Saudi authorities against the inhabitants. المشاركون أكدوا على أن ما يجري في العوامية هو غير مسبوق في التاريخ الحديث لآل سعود، وأن الجرائم التي يرتكبونها تؤكد أنهم لا يملكون انتماء وطنيا ولا يمكنهم أن يكونوا شركاء في بناء دولة وطنية. هي الدولة السعودية، وهذا يؤكد أن هذا النظام لا يمكن أن يكون وطنيا أو أن يؤسس لدولة وطنية، لأن الثقافة التي يتبناها والسياسات التي يطبقها على الأرض هي تتناقض تماما مع فكر الدولة وثقافة الدولة. الصمت الدولي المريب حيال ما يجري في العوامية أثار استياء الناشطين المشاركين في الحملة، ودعوا إلى إنهاء هذا الصمت المخزي والتدخل الفوري لإجبار النظام السعودي على وقف جرائمه بالعوامية. الجهات الدولية، المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، هي كلها مطالبة بأن تبدي موقفا وأن تساهم بما يمكن المساهمة من خلاله في إيقاف هذه الانتهاكات. المطلوب هو إيقاف الانتهاكات، وليس المطلوب إبداء مواقف خجولة أو تسجيل قلق. يؤكد النشطاء بأن آل سعود سيفشلون في مشروعهم الرامي لإنهاء الحراك المطلبي وتغيير التركيبة السكانية في القطيف، وهم يذكرون النظام في السعودية بأن العوامية لا تزال تتنفس من روح الشيخ نمر النمر، وهي ستصمد حتى الرمق الأخير. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ناصركم ومعينكم، وهو المدافع عنكم، وهو الظهير لكم، وأن ما تفعله هذه الحكومة الظالمة إنما هو كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأن ما تقوم به إنما هو تعبير عن اليأس من تركيع هذا الوطن وتركيع هذا الشعب.